في دولة أجنبية أرادت فتاة أن تتزوج من فتى مسلم ينطقان باللغة العربية، وكان الشاهدان غير ناطقين باللغة العربية، فهل هذا الزواج صحيح؟ وهل يشترط في ذلك كتابة العقد؟ وهل يتم الإشهار على يد غير الناطقين باللغة العربية؟ في هذا السؤال عدة نقط. النقطة الأولى مبدأ اشتراط الشهادة على عقد الزواج، قال به جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة، وذلك لحديث أحمد والدارقطني: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والشيعة الجعفرية لا يشترطون الشهادة في عقد الزواج، وهو عندهم صحيح بدونها، لكنه أمر مستحب فقط كالإعلان. النقطة الثانية: هذا الزواج بين مسلم ومسلمة، فيشترط في الشاهدين الإسلام، لأن الشهادة فيها معنى الولاية، والله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا كان الشاهدان على هذا الزواج غير مسلمين بطل العقد. النقطة الثالثة: يشترط في الشاهدين أن يفهما المراد من كلام العاقلين إجمالا، وإن لم يفهما معاني المفردات، فلو كانا لا يفهمان المراد فلا يصح العقد. ويشترط سماعهما لكلام العاقلين إن كان العقد بالكلام، أما لو كان العقد بالإشارة فلا بد من فهم المقصود من الإشارة. وكتب الحنفية فيها خلاف لفقهائهم في شرط السماع والفهم، فمنهم من جعل الشرط هو حضور الشاهدين فقط وإن لم يسمعا، ومنهم من يقول لا بد من السماع وهو الأصح، ومنهم من لم يشترط فهم الشاهدين للغة العقد، لكن الأصح أنه يشترط فهمهما للغة العقد. ووفق بعض الفقهاء بين القولين وهما اشتراط الفهم وعدم اشتراط الفهم، فقال: إن اشتراط الفهم محمول على فهم المقصود إجمالا من كلام العاقلين، وأنهما يقصدان عقد الزواج، وعدم اشتراطه محمول على فهم معاني الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد الزواج، فيكون الأصح في المذهب اشتراط السماع والفهم إجمالا للمقصود، ولا يشترط فهم معاني الألفاظ، بل يكفي أن هذا اللفظ يقصد به الزواج. النقطة الرابعة: أما إشهار وإتمام هذا الزواج في دولة أجنبية فلا دخل له في صحة الزواج، وكذلك كتابة عقد الزواج ليست شرطا في صحته، فقد كانت عقود الزواج في القرون الماضية لا تسجل، لكن في هذه الأيام لا بد من الكتابة، لا لصحة المعاشرة الزوجية بل لحفظ الحقوق وعدم التقصير في أداء الواجب. بعد هذا نقول: إن كان الشاهدان يفهمان إجمالا ما يحصل من كلام المتعاقدين الدال على الزواج فالزواج صحيح، وعلى رأي عند بعض الأحناف يصح الزواج بمجرد حضورهما وإن لم يفهما ما يقوله المتعاقدان. والله أعلم.